السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخوتي أخواتي في قناتكم قناة أصول الزراعة. في هذا اليوم سوف أطعم شجرة الإجاص بالشق، وسوف أريكم كل المراحل والنتيجة النهائية في نهاية هذا الفيديو. لذلك إخوتي أخواتي، إذا أردتم أن تعرفوا بالتفصيل كيف تتم عملية التطعيم، تابعوا الفيديو حتى النهاية، لأن هناك معلومات كثيرة سوف أذكرها في الفيديو. بداية سوف أختار أقلام التطعيم من نفس الشجرة، لكن في هذا المكان المطعم في العام الماضي. قمت بتطعيم هذه الشجرة العام الماضي، وسوف أخذ الأقلام من الأغصان التي نمت في العام الماضي. كما ترون هذه هي أقلام التطعيم، سوف أطعمها في نفس الشجرة في الغصن التالي. كما ترون سوف نقوم بقص مكان التطعيم، هذا المكان نقوم بتنظيفه وتسويته من التعاريج باستخدام سكين. أستخدم لعمل شق سكين كبيرة كما ترون في هذا الفيديو، سوف أقوم بالطرق عليها حتى أحدث شقا في هذا الغصن. عمق هذا الشق من حوالي 4 إلى 7 سنتيمتر. وكما ترون سوف أجهز أقلام التطعيم على 3 عيون كما ترون في هذا الفيديو. يمكنك أن تضع من عين واحدة إلى 3 عيون، وسوف أضع الأقلام بهذا الشكل. كما ترون باستخدام السكين الحادة سوف أقوم بعمل برية طويلة. طول هذه البرية حوالي 5 سنتيمتر تقريبا. كما ترون باستخدام السكين الحادة نبري القلم من الجهتين على أن لا يكون هناك تعريج أو تعاريج في القلم، حتى تلتصق طبقة الكامبيوم في كلا الأصل والطعم. وهنا قبل وضع القلم يجب علينا أن نقشر القسم الداخلي من القلم، ويكون التقشير تقشيرا خفيفا. والآن سوف أزيل السكين الكبيرة، وسوف أضع مكانها مفك البراغي الشق. هذا المفك يساعدني في وضع الأقلام في مكانها. كما ترون هذه هي الأقلام، سوف أضعها في مكانها بهذه الطريقة. وبعد وضع الأقلام سوف أقوم بطرق هذه الأقلام باستخدام المطرقة طرقا خفيفا حتى تتطابق مكان الكامبيوم في كلا الأصل والطعم. وكما ترون باستخدام مفك البراغي أيضا يمكننا تعديل وضع الأقلام حتى تتطابق هذه الطبقة طبقة الكامبيوم في كلا الأصل والطعم. كما ترون بهذا الشكل يجب أن لا يكون هناك بروز للأقلام. الآن سوف نقوم بربط هذه الأقلام باستخدام خيطان الكتان، هذه الخيطان خاصة بالتطعيم. يمكنك استخدام أي خيطان على أن تكون هذه الخيطان ليست قوية جدا كما ترون. وبعد ذلك باستخدام الشريط اللاصق، الشريط المستخدم بالكهرباء، سوف نقوم بربط الطعم بهذا الشكل. والآن سوف نغطي مكان التطعيم باستخدام شمع الماستيك، هذا الشمع الخاص بالتطعيم، يمكننا أن نشتريه من أماكن بيع المستلزمات الزراعية. سوف نقوم بوضع طبقة تغطي مكان القطع حتى لا يتيبس مكان هذا الطعم وتفشل العملية. أيضا يجب علينا أن نضع الماستيك على رؤوس الأقلام بهذه الطريقة حتى نغطيها. وبعد ذلك سوف نضع الكيس، هذا الكيس
يغطي منطقة الطعم ويحافظ على رطوبتها. الخطوة التالية، سوف أغلف الكيس باستخدام أوراق القصدير. هذه الأوراق تحمي الطعم من الشمس والحرارة، ويمكنك أن تضع كيسا ورقيا بدل القصدير حتى يحمي الطعم من الشمس. وبعد 4 أسابيع من التطعيم سوف نرى ما هي النتيجة. وكما ترون إخوتي أخواتي، البراعم بدأت بالتفتح. هذه البراعم الصغيرة كما ترون في هذا الفيديو بعد 4 أسابيع فقط من التطعيم. هناك ملاحظة مهمة يجب أن أذكرها، هي أخذ أقلام التطعيم ما بين 15 إلى 20 يوما قبل سريان العصارة وتطعيمها. كما يمكنك تخزين الأقلام في البراد بالطريقة الصحيحة واستخدامها لاحقا بعد سريان العصبي التطعيمات الأخرى مثل القلم اللحائي والعين. والآن بعد حوالي 7 أسابيع بالضبط، حوالي 49 يوما، هذه هي النتيجة. كما ترون الأقلام بدأت بالنمو والبراعم أصبحت أغصانا كما ترون، هذه هي النتيجة. وبعد تأكدي من نجاح عملية التطعيم يمكنني أن أزيل هذا الشريط اللاصق. في بعض أنواع الأشجار لا يمكننا أن نزيل الشريط اللاصق إلا بعد مرور عام من التطعيم. أما بالنسبة لأشجار التفاحيات يمكننا أن نزيل هذا الشريط بعد حوالي 7 أسابيع من التطعيم، حوالي 50 يوما. كما ترون هذا التطعيم ناجح 100%. كما ترون الرباط لا زال مغروسا داخل منطقة التطعيم، هذا الرباط يجب علي أن أزيله أيضا. وقبل نهاية هذا الفيديو يجب أن أذكر بملاحظة مهمة، يجب علينا أن نقص رؤوس هذه الأغصان الآتية من الطعم حتى لا تنكسر بفعل الرياح، لأنها أغصان طرية، ويمكنك أن تضع دعامات أيضا لهذه الأغصان، لكن أنا أقلمها حتى تصبح قوية ولا تنكسر بفعل الرياح. كما ترون هذه الرياح بدأت تهب، والآن سوف أقوم بقطع رؤوس هذه الأغصان. وبهذه الطريقة يكون أخرنا نمو هذه الأغصان حتى لا تتطاول وسوف تصبح أقوى في المستقبل. وإلى هنا يكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أرجو أن تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة كنوع من الدعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.